ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. يعني إيه مغرما؟ يتخذ ما ينفق مغرما، يعني غرامة، بيعتبر اللي بينفقه في سبيل الله غرامات، غرمها وخسرها. ويعني إيه الدوائر؟ الهزائم، والسياق هنا يعني المصائب، جمع دائرة وهي المصيبة، لأن هي انقلاب الحال من النعمة إلى البلية كما قال القرطبي رحمه الله. يعني من صفات الأعراب اللي هم المنافقين دول، الكافرين دول اللي عايشين في البادية، من صفاتهم السيئة أيضا أنهم إذا أنفقوا لا يحتسبون النفقة ولا يحتسبون الأجر، مضطرين يطلعوا الصدقات علشان ما يظهروش قدام الناس أنهم منافقون. فين الزكاة؟ لأن هم قدام الناس إيه؟ عاملين فيها إيه؟ مسلمين. طيب يا مسلم طلع الزكاة، فبيطلع الزكاة وهو كاره غرمان، ولو الأمر بإيده أو باختياره ما كانش خرج حاجة، بس هو مضطر عشان كلام الناس، عشان ما حدش يكشف ان هو منافق. شوف بقى، من يتخذ ما ينفق مغرما، لو كان الامر بمحض ارادته ما انفق شيء، لان هو لا بيرجو ثواب ولا بيخاف من عقاب ولا مؤمن باخره، وهو كافر بالله عز وجل بس يزعم انه مسلم. للاسف في ناس كتيره في حالها مع الصدقات بيعتبر الصدقة مغرم، صح ولا غلط؟ إياك أن تتشبه بالمنافقين، فنستندم بعد ما تطلع تقول لك يا كان قال كان 1900، يحسبها كده بس، مش كان معانا فلوس، أنا اتسرعت، أنا خرجت، كان ممكن أطلع أقل من كده شوية. كل شيء تبذله طاعة لله لا تندم عليه أبدا. انت ممكن تندم على اي حاجة الا شيء بذلته لله عز وجل، اي وقت ضيعته في اي حاجة ممكن تندم عليه الا لو كان الوقت ده في طاعة الله عز وجل، اي مال ممكن تندم عليه الا لو مال انفقته في سبيل الله. ليه؟ لان المال ده هو اللي بيبقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل من الشاه، فبيحب هو كتف الشاه صلى الله عليه وسلم، فأكل الكتف وتصدق إيه؟ بباقي الشاه صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة بتقول ذهب بقي كتفها وذهبت كلها. إيه يا رسول الله؟ ده أنت ما أكلتش حاجة، ده أنت أكلت الكتف بس، فاللي تبقى بس الإيه؟ الكتف، واللي راح إيه؟ كلها ما عدا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، بل بقيت كلها وذهب كتفها. فاهمين؟ يعني اللي أنا أكلته هو اللي راح خلاص، ما قالوش أجر، إنما اللي باقي اللي أنا صدقت به هو ده اللي باقي لي يوم القيامة، هو ده اللي حينفعني عند ربي عز وجل. فالمسلم بيحتسب في الصدقة. هي اسمها صدقة ليه؟ علشان تبين صدق إيمان العبد كما قال الشيخ ابن عثيمين، لأنها تبين الصدق. وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان. برهان على إيه يا حاج محمود؟ برهان على إيمانك. ما أنت كان معاك فلوس قللتها ليه؟ عشان أنت جازم وموقن بأنها نافعة لك يوم القيامة، بتسد بها أبواب جهنم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صدقة السر تطفئ غضب الرب. عملت معصية وخايف على الذنب، سارع بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. أحسنت. والصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي
مصاري على السوق، كم من بلايا في رحم الغيب أجهضها صنع المعروف. وانت مش واخد بالك، انت عشان بتتصدق على ده ومشترك في جمعية خيرية بتديهم شهرية كل شهر، وعلشان واقف مع الناس الفقراء، في بلاءات رفعت عنك بسبب هذه الأعمال. المعاني دي كلها مش فاهمها المنافقين، مش فاهم اللي حالة واحدة بس، ان الفلوس كانت كتيرة وقلت عشان ما عندوش إيمان وما عندوش تقوى. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. مش بس كده، ده بيكره الخير للمسلمين ويتمنى لو تحدث مصائب للمسلمين ويتربص. يعني يتربص ينتظر بكم الدوائر المصائب، نفسه تحدث مصائب للمسلمين عشان يفرح فيهم. فربنا عز وجل قال عليهم دائرة السوء، يعني جعل الله دائرة السوء عليهم، ونزل المكروه بهم، ونزل المكروه بهم لا على المؤمنين ولا بالمؤمنين. فأنت هتروح فين؟ ده ربنا عز وجل، ربنا ينصر أولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنت إذا أردت أن تكون قويا فكن مع الله عز وجل. فمهما تمنيتم ومهما تربصتم فسيعود هذا أو هذه الأماني عليكم بالخيبة والخسران، لأن الله قال عليهم دائرة السوء، لأن العاقبة للتقوى وليست للنفاق أو للكفر.